عايز يعاد فيش. دي النقطة الثالثة. قصده يعني يحط لك سويتش فوق، ينزل لك سويتش. هنحط سويتش، هينزل لك كابل، هينزل لك كابل مثلا. ممكن لو نزل كابل ممكن نوصل عليه سويتش بالظبط. كابل يكون تحت كده. بس ثواني بس لما يجي عامل عشان طيب. احنا ممكن نطلع الشنطه دي. هي الشنطه دي اللي فيها كل حاجه مهمه. بس نطلع احنا. ماشي. طب انت عايز الكهرباء قد ايه؟